السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو بدنا نكمل الموديل تبعنا. إحنا الموديل تبعنا وقفنا المرة الماضية، كررنا الطوابق، عملنا تكرار الطوابق، وهاي المبنى كريندرينج يعني كيف منشوفه. عرفنا المقاطع وعرفنا كل شيء. هسا طلع علينا نعمل بعض التشيكات اللي هي إضافة الأحمال، بدنا نعمل تقسيم للجدران، بنحكي كم نوت معينة مشان تكون المشاريع كلها عامة. يعني احنا هذا المشروع مثلا مش مصمم زلازل، مش مصمم كذا، فاحنا لا، بدي احكي عن نوتات عامة ممكن تعديلات نعملها وهكذا. اول شيء ان هذا المشروع تمام. هسه اول شغلة بدنا نعملها بنحط الاحمال. انا المرة الماضية لو تكبس كبسة يمين لودز ما في احمال. هسه انا شو بعمل؟ بكل بساطة بعمل اول ستوريز تمام، وبكبس هاي، اختار لي شيل وحده. ليش يعني هاي؟ لانه الطابق اللي فوق سلابته غير عن الطابق اللي تحت. يعني لو اختار هنا هاي اختار لي ثنتين، لو اختار هاي هسه اختار لي الاربعه اللي فوق لانهم مختلفات عن بعض. طيب انا افرض عندي من الطابق بدي اعمل هيك، بقول لك لا. بكل بساطه اذا انا بدي احط احمال على السقف شو بعمل؟ بحط سيلكت، طبعا زي السيف، سيلكت اوبجكت تايب، ايش بدي؟ فلورز، السقف. هيك اختار كل الاسقف اللي بالمبنى، ان شاء الله مليون سقف. شو بعمل؟ انا عملت هيك، اخترت السقف، بعمل اساين شيل لودز يونيفورم. هسا اول شيء احنا هاي عندنا فلات سلاب، مش ريبد ولا شيء، فالفلات سلاب بيكون عليها سوبر ديد لود بمقدار 4. اوكي اد، اوكي شايف هيك كتب لك انه عليها 4، طبعا كلهم عليهم 4. وبعدين شو والفلات سلاب برضو عليها، في هون كبسة تطلع بي اس. هاي ما انا اختار السلكشن اللي اخترته قبل شوي. انا شو اخترت؟ اخترت الست شيلز. فبعمل ايش؟ برضو اساين شيل لودز يونيفورم، وبعمل لايف لود بمقدار 2. لو كانت هول بلوك بس نوصل هول بلوك راح نحط السوبر ديد لود 6. نعمل سيف. هيك انا شو صار عندي؟ كل السلابات عليها ليف لود وديد لود هكذا. طيب هسه بدنا نحط كمان احمال اللي على القواطع اللي على البيمات. هسه البيمات بالعاده عليها احمال اللي هي اللودات الخارجيه. ليش؟ لانه حاط جدار بلوك، واجهه قزاز، حجر الى ما اخره. فانا هون هذول كونهم البيمات على الداير، البيمات كونها على الداير لازم يكون عليها احمال. انا هسه طيب افرض في بيم داخلي هون، بقول لك البيم الداخلي بنحط عليه حمل، بس اصلا انا لما عملت البارتيشن عملته على ايش؟ عملته على السقف. فبالتالي لو كان انا عندي بيمات داخليه ما راح احط اللاين لود تبعهم. اما لو انا اصلا ما كنت حاط حمل البارتيشن اللي هي انا عندي، انا عندي هون، عندي هون عباره عن 4، شرحتها بالسيف بتوقع، هاي عباره عن 4، هاي عباره عن 2.5 كيلو نيوتن اللي هي المونه والبلاط والسوالف هاي، واحد ونص عبارة عن إيش؟ عن البارتيشن كتقريبي تقريبي. أما أنا أصلا فعلا قلت لكم البارتيشن بحسبه على كل لود، فأنا لو كان عندي بيم داخلي وما كنت حاط هاي 4 بدي أضطر أحط على كل بيم لود. فبالتالي هسه البيمات الخارجية بدي أحط عليها أحمال. فشو بعمل؟ بعمل بنفس الطريقة سيلكت سيلكت. هسه أنا كل البيمات الخارجية عبارة عن ايش؟ عن هيدن بيم، او انا اصلا كل البيمات اللي عندي عبارة عن بيمات. هسه هون اذا عملت سيلكت بروبرتي، فانا بختار مثلا بروبرتي انا بدي اياها مثلا هيدن بيم، فهون هون راح يختار لي كل الهيدن بيم بالمشروع. اما لو انا حطيت سيلكت اوبجكت تايب قلت له بيم بختار لي كل البيمات اللي بالمشروع، لو قلت له وول بختار لي كل الوول اللي بالمشروع وهكذا. انا ما عنديش غير بيمات خارجية، فحطيت انا سيلكت هيدن بيم. هسه بعمل اساين فريم لودز distributed load distributed load super did بفرق شو بدي احط، بس بفضل تحط super did. احنا بالسيف حطينا 14 احنا عشان نقارن نتائج السيف والهاي، بدي احط 14، ولا انت لو تحسبه يدوي بيطلع معك 8 او 9 ترى، بس انا حطيت كثير. فلو تفوت على 3 دي بتشوف انه حط لك الاحمال، طلع الاحمال هكذا. نعمل سيف تمام. هيك احنا عملنا assign load للطوابق البيمات. هيك الموديل صار تقريبا زي تبع السيف. يعني لو اعمل رن، خلينا اعمل رن، انا عملت سيف ان شاء الله ما يطفي. لو اعمل رن راح يطلع نتائج قريب، ممكن يطلع فيه اختلافات. ليش؟ لان البرنامج هون هو حاسب حساب الويند لود على جنب لحاله. يعني انت لو تكبس على اي بيم او على اي عمود او على اي سلاب بقول لك في انت عندك اصلا اي ويند لود. مش مهم الاشي هذا، بس خليني بس بدي اشوف
احنا لسه ما كملنا الموديل، ترى في شغلات لازم نعملها قبل، بس بدي اشوف النتائج او اورجيك كيف الرن تبعه. هذا بتابس لسه في كثير شغلات ما عملناها. هاي عملنا هيك كومبينيشن التيميت مومنت 3 3، فهاي المومنتات عندي. لاحظ انه اعتبر هذا وكانه سبورت، طلع يعني في نيجاتيف مومنت، طلع هذا الجدار فيكس نيجاتيف مومنت، بوزيتيف مومنت نيجاتيف مومنت، بوزيتيف مومنت نيجاتيف مومنت. انا بتحكي طب انت اصلا حاطه هون، طب هاي كيف اعتبرها سبورت؟ قلت لك هاي اللينك هاي هي وظيفتها، انها بتعمل وكانها سبورت. طلع هون المومنت كم؟ تقريبا سالب 52، هذا شو بيشبه؟ هاي او سالب 56 تقريبا. المومنت اللي على المومنت اللي بالهاي اللي بالسيف. بس انا بدي اعمل شغله، يعني اعتبر انه هاي الخطوه بعدين نحكي عنها اللي هي الديزاين، بس تشوف النتائج تقريبا راح تفرق كثير عن السيف. ممكن البيمات فاشلة هون لسبب مش معروف للأمانة، بس خلي ممكن ما يفشلوش عادي يعني. بس أنا أصلا ناوي أغير البيمات يعني، الناس بحكيكو يعني. شوف تقريبا تسليح 1000 اللي هو 5 5 5 16 زي ما طلع معنا بهذاك شو اسمه، هاي طلع 1049 تسليح الهاي، اللي هو نفس ايش؟ نفس الفيديو السابق يعني، شايف تقريبا نفس النتائج. بس لسه انا ما صممت ولا بدي اصمم ولا شيء، انا لسه هون بدي اعمل بعض الشغلات. هسه احنا حطينا الاحمال، بس في شغله ثانيه بدنا نعرفها واللي هي بي دلتا اوبشن. هسه احنا بنعرف انه عندنا العمود شو ماله، بصير في مثلا ازاحه جانبيه، فبصير عندي انا دلتا المومنت سكندري، كان عندنا فيرست اوردر وسكند اوردر بالار سي 2 بالستين اخذناهم. فبالتالي انا بدي احسب حساب هذا المومنت، فهون برنامج بيحسبه، بضل يحسبه 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 لحد ما توصل الفرق بين المومنت اللي قبله والمومنت اللي بعده الرينج هذا، فراح يضل يحسب. فانا عندي بكل بساطه الديد 1.2، اللايف باخذ نص، هاي قاعده عامه، والسوبر ديد باخذ 1.2. فهيك انا عملت ايش؟ البي دلتا اناليسيس. تمام. في شغله كمان بدنا نعملها، نسوي حكايه سيلكت اوبجكت تايب وولز، بدي اقسم الحوائط عشان تطلع نتائج الحوائط دقيقه. بعمل سيل اساين شيلز وول اوتوماتيك مش اوبشن، بتحطها ايش؟ اوتو ريكتانجولار مش اوكي. فهيك قسم لي اياهم وكانهم ايش؟ مربعات. هاي بعدين بنفس الاشي بختار select object types floors select، بعمل ايش اللي هي الاوتوماتيك مش، قديش هاي بحطها؟ نص اوكي، زي السيف. كمان بعمل هاي الاوتوماتيك مش للوال نص سيف، بتعمل هاي كل المشات خليها تقريبا نص. تمام. لسه في عنا كمان شغلات كثير ما حكيناهاش. تمام، عرفنا المشات. في كمان برضو شغلة أنا شفتها جديد بصراحة، بس يعني مش متأكد منها، اللي هي إنه أنت البيمز والكولوم تختارهم. تمام أوكي، شو تعمل؟ تعمل الفريم، تعمل الفريم برضو مش تمام، إنه يعمل المش على كل هذول. يعني سمعت انه بتطلع نتائج ادق او كذا. وفي برضه فريم انكلود، هاي في هذول كانوا يعملوهم، بس انا صراحه مش متاكد منهم يعني برش اذا هاي، فخلينا نحطهم. مش هسه النتائج طلعت معنا، نشوف نتائج قديش تفرق. في برضه هون الاند لينث اوفست، انه او هون انه مثلا ياخذ الوزن على الكلير سبان ولا على الطول كامل، يعني ممكن نتائج بشكل قريب، نتائج بشكل قريب. طيب هسه في شغله بدنا نحكيها كمان، احنا يمكن حكيناها قبل، المفروض ننزل للبيس نختار كل هذول، نعمل ايش؟ assign joint restraint fixed، ممنوع لازم تعملهم fixed، لازم تعملهم fixed. فهيك احنا اول شيء حطينا الاحمال، قسمنا الجدران. هسه الجدران نفسها فيها شغله راح تطول معنا كثير، هي هسه احنا عشان نصمم الجدار، نصمم هذا الجدار. شو بدي اعمل انا مثلا؟ بدي اشوف كيف السكشن تبعه، فيهم خيار draw developed option، فبتختار من سنتر الجدار، بس سنتر الجدار من هون، وين سنتر؟
فهيك أنا الجدار عندي لاحظ عندي بس جدارين، اللي هو هذا الجدار الطابق الثاني والطابق الأول، أما الأرضي مش موجود. فهيك أنا فعليا هذول الجدارين نفس الجدار يعتبروا، بدي أصممهم، فبالتالي لازم أقسم الجدار هذا، لازم أحكي للبرنامج أفهمه إنه هذا جدار معين، هذا جدار معين، هذا جدار معين، وهكذا. مثلا هذا الكور كله جدار واحد مثلا، تمام؟ فلازم أبين للبرنامج إنه هاي هذول عادي لو شلتهم، ترى هاي لو شلتها عادي يعني مش راح تأثر معنا. ها أنا بدي أشيلها، بس لا أنا أخليهم. تمام، هسه عنا إيش؟ عنا زي هيك. هسه في إشي اسمه الديافرام. لو أنا عمل select object type floors، هسه هي للزلازل، بس خلينا نحكي عنها هون. إنه أنا عملت select، هسه في عندي هون define diaphragms، هذا الجزء اللي بخلي الأحمال الأفقية حولها كأحمال عمودية. رجت أوكي. فشو بعمل هسه؟ assign shell diaphragms خيار ديون. فهيك هو حدد لي وين سنتر المبنى هذا، سنتر المبنى هذا بالقطع اللي هون السنترويد. هذا بشو بفيدني؟ بفيدني إن شاء الله بتصميم الزلازل، بس نحكي إنه بس نوصل للزلازل إن شاء الله راح نحكي عنها، راح نحكي عنها إنه مركز الكتلة ومركز الأحمال، وبصير عندي سنتريسيتي وتورشن والسوالف هاي. هسا هيك إحنا أول إشي عملنا الجوينت فيكست، أهم إشي عملنا، بعدين قسمنا المش. هسا طلع لي اسم الجدار، بس نوصل لاسم الجدار خلص تقريبا الموديل انتهى. يعني إحنا عملنا السكشن بروبرتي، عرفناهم، عرفنا الديافرام، هسا نعرف إيش اسمه البير ليبل، عرفنا البي دلتا، في الماس سورس هاي في حال الزلازل بنعرفها إن شاء الله، في بضل اللود باترنز معرفين، لود كيسز حكينا في جديد اللود كيسز هون، في عندي إيش كمان اللود لود كومباينيشن كانوا عملناهم، عملناهم وبس. وعملنا كمان ديافرام، بس ظل البير ليبل، ظل البير ليبل. هون الفيديو راح يصير طويل كثير، فأنا راح أشرح عن جزء معين وأنتم تكملون بعدين. أنا إذا بدي أصمم الجدار أو بدي أصدر الجدار لبرنامج ثاني زي مثلا الاستاد برو، تمام؟ الاستاد برو إذا بدي أوديه، وأول الدورة حكيت إنه أنا ما عندي أي خلفية عن الاستاد برو، للأمانة تعلمته البرنامج سفاح جدا جدا وأفضل من الإيتابس، ولكن الموديل إنك ترسم موديل زي هيك عليه صعب، صعب كثير. يعني أنت إذا بدك ترسم عليه بدك تضطر تعمل احتاثي هاي النقطة كم، احتاثي هاي النقطة هاي كم، احتاثي هذا، احتاثي العمود، احتاثي العمود. فالرسم عليه صعب، بس أما كنتائج ورسم برسم شو بدرونجو لحاله ومعتمد، وبحسب كميات وبيعطيك تسليح بالتفصيل. ممكن تنقل من الإيتابس للأستاذ برو، بس ما بعطيش كامل التفاصيل صحيحة. كيف يعني بتش كامل التفاصيل صحيحة؟ يعني أنا هذا البيم مفروض أنه يكون عندي بين، أو مثلا فيكست أو فيكست بين بيعتبره كنتيليفر، يعني اللينك هاي بيعتبره وكانها مش موجودة، ما لقيتش حل لها مبدئيا. بس أنه المهم وصلتكم الفكرة أنه البرنامج هذا بيعتبر أنه بتقدر تودي من الإيتابس للهاي لأنه نماذج سهلة، وبرسم لك تسليحها وبوجد لك تصميمها وهكذا. هسه خلينا نرجع، شذينا الموضوع شوي، خلينا نرجع وين؟ نرجع بير ليبل. عندي هون define بير ليبلز. بير ليبلز خلينا نعرف احنا اكثر من واحدة، B2 مثلا، B3، خلينا نعرف كثير، 4 5 6 7، اعرف 8، عرف لحد قد ما تحتاج. اوكي، هاي عشان تحكي للبرنامج انه هذا الجدار بدي اصممه. طيب هسه مثلا هذا الكور اللي هي هاي وهاي وهاي، هذول يعتبروا جدار واحد، فبالتالي بسميهم الثلاث اسم واحد. بتقدر تسميهم اسماء مختلفه، بس مثلا هذا الجدار يفضل انه يعتبر جدار واحد. فشو بتعمل؟ بتصممه وكانه جدار واحد، بتسميهم بير ليبل لحال. هذا الجدار له بير ليبل لحال، هذا الجدار له بير ليبل لحال، فبالتالي انت بدك تسمي الجدار، كل جدار له بير ليبل. فبالتالي هذا الجدار خلينا نعمل all stories مشان اي شيء متشابه هاي. يعني لما اكبس هون بيعطيني شيل واحد، طب لما اكبس هون بيعطيني 2 3. فعليا كل الجدارات هاي نفس الاشي، مش نفس الاشي، شوف بس لما كبست هون اعطاني 12 شيل. يعني نفس الاشي 7 شيل. ها هذا الخط مش نفس اللي قبله، فبدك تضطر تحل، مش مشكلة. هسه بدنا نمسك، انا عامل all stories
بدي اعمل لهاز، شو بعمل؟ بكبس عليه كبس يمين، في عندي هون assignment، في عندي هون بير شايفها، حطها بي 1. هو كأنه عملها، إذا ما عملهاش عادي بتكبس عليها assign، هذا يعتبر shell، بير ليبل بي 1، هيو بي 1 شايف، هيو حط لك بي 1 تمام. هذا بدي اسميه بي 2 assign shell بير ليبل، وين بير ليبل؟ هيها هذا بي 2 شايف، هاي بي 1 بي 2. لازم تقسم الجدران، لازم تقسم الجدران. هذا بده يكون نفس الطريقة، بدي اعملهم كلهم شيل بير ليبل بي 3 هون الساين شيل بير ليبل بي 4، عشان هيك انا عملت كثير هون. فهون لما يكون عندي اصلا بيزمنت فجدار بيزمنت زينخ كثير، مو انا بكره اصمم تسويق للامانة. هاي بي 6 ساين شيل بير ليبل، اي بير هون صار 5 6. هسه ايش بدي؟ هذا اللي هون، وهذا قولوا هذا تسميهم كلهم اسم واحد. ليش؟ انا ما ضل جدار واحد. هذا ايش؟ الساين شيل، هذا ايش؟ بير 7 صرنا شايف سميتهم كلهم مشان نصممهم وكأنهم جدار واحد. بس بدي اعمل ايش؟ هون شوف، هنا بي 7 اختاره، صار ما اختاروش، انا بدي اعمله بي 7، انا بدي اعمله بي 7 لانه انا متاكد انه هو نفس الشيء، بس خطا بسيط بالنمذجه مش راح يفرق كثير. المفروض انه الجدار برضه هذا الجدار نفس اللي تحته، وهذا نفس اللي تحته، بس عادي بعملهم مواد مختلفين، مش التأثير العظيم يعني. فبالتالي هذا بي 1 بي 2 بي 3. هسه هذا الجدار سميه بي 8 تمام، وانا اعمل سيف بلاش يدخل فجأة. هسه هذا بي، شايف هذا مش معمول، هذا بدي اعمله بي 7 كمان. طيب هسه هذا، هسه عادي بقدر اسمي هذا بي 1 لاني انا حاب اعتبره زي هذاك، بتكش تعتبره زي هذاك عادي. فريم بي 1 هو نفسه، بس انه ابصر ليش مش جاية طبعا. هذا بي 2 وهذا بي 3 هذول، هذا بي 4 لا هذا شو سميته انا مطابق لجهد بي 8 جهاد، وهذا سميهم بي 8 اقول لك لا بسمي هذا، بسمي هذا بي 8 بي، خلني اعمل بير ليبل جداد. سوى جداد، بس خلينا بي 9 ساين شيلز بس بحكي لكم انا لاني مخربط بالنمذج، لازم لما امسك هذا الجدار يكون نفس الجدار اللي تحته. اخطاء بالنمذجة بسيطة يعني ستكون ما راح تفرق بالحل يعني عادي. هاي بي 10 تمام، هاي بي 10. فهذا هاي البيرات ليبل تعرفوا، شايف هذا البير، هذا شو البير ليبل تبعه؟ بي 10 معرف. طيب هذا ما عليهوش بير ليبل، سيلكت بيحتاج، هذا وهذا اللي هم بي 7 select او assign بي 7، بتعال اعتبر هذول بي 7 برضه. شو تسوي يعني؟
طيب نشوف هسه، هل كل الجدارات صار عليها التقسيمة؟ أتوقع صار عليهم كلهم. طيب نعتبر أن كل الجدران، هذا الجدار ما ليهوش تقسيم، كنا ما ليهوش سلي أساين شيلز. تمام، خلينا نعمل سيف. أنا خلينا نشيل عندي فورم شير. هسه أنا كل الجدران اتقسموا كيف يعني؟ هسه كل في جدارات معينة بصممها وكأنها جدار واحد، في جدارات هاي. بس الفكرة إنه أنا هذا الكور، أهم شيء بهي الفكرة إنه هذا الكور أصممه وكأنه جدار واحد. بس هاي الفكرة، أصممه وكأنه جدار واحد، فأنا سميته له نفس الاسم. فهيك فعليا لو نيجي من الديفاين، عرفنا السكشن، الديافرا، بير ليبل، البي دلتا، اللود باترنز، اللود كومبينيشن، هذول كلهم تمام. الاساينات، الريستريند عملتها، البير ليبل عملته، المش عملته، كل شيء عملته، فاموري كلها تمام. الاناليسيس تشيك موديل، ان شاء الله ما يطفي. ما فيش اي خطأ، ممتاز. هسه في عندي هون ست لي لود كيسز تورن. شو انا عندي لود كيسز ديد تو لايف وموديل، هاي كالكوليتر ديافرام جديدتي. اوكي، هيك شو صار، انا شيكت على كل شيء، ادفانس سب فير اوبشن مش مهمات، اموري تمام كلها. تسيب ليه اذا بدي اشوف اللود اساين، مثلا اشوف اللود اللي على الفريم، مثلا سوبر لود هيو، هذا كلياته. شو عملنا؟ هيك كامل كل الأمور تمام. الفيديو انتهى، قسمنا كل إشي، حكيت عن كل إشي. إذا لازم ما كانت أنا بالتفصيل لسه، ضل علينا نعمل رن. بس هسه في ملاحظات بدي أنا أحكيها، اللي هي كالتالي. شو هذا؟ وين راح تبعت أون ستوريز؟ هون ون ستوري، دائما شو تخربط كثير بالك. هسه تحكي عن ملاحظة مهمة كثير، واللي هي انه هسه الاي تابس بطلع نتائج مش زي الحل اليدوي. يعني انت حبيت تصمم الفلات سلاب هاي مانيوال، بتقول لي تمام، بقول لك مش راح يطلع معك نفس النتائج، راح يطلع عندك عدة فروقات. طيب كيف انت ممكن تخلي هاي الفروقات هاي؟ كل بساطة، مثلا انا ناوي ادرس هذا البيم، تمام، هذا البيم ناوي أدرسه، ما هذا يعتبر بيم واحد بس أنا راسم سبانات. بتقولي تمام، هذا البيم ناوي أدرسه، حاب أخلي النتائج تبعته زي النتائج المانيوال. كيف يعني؟ إنه هاي بن وهاي بن، والمومنت ديجرام إله زي هيك، طلع كيف؟ هيك زي ما تعلمنا بالستركتر، تمام، زي هيك المومنت ديجرام يكون. فكيف ممكن تعمل هذا الإشي؟ بكل بساطة، شايف هذا البيم، تقدر تعمل له إشي اسمه assign frame end release. end release، فأنت هون مثلا أنت شو بتعمل؟ بتختار مثلا هذا شو بتعمل؟ assign frame end release، فبتقول والله أنا بدي بالنسبة للمومنت 3-3 والمومنت 2-2 يعتبر لي أعملهم release. شو يعني أعملهم release؟ يعني قيمة المومنت عند هاي النقطة، أنا ما عملش end، تعملش end، أعمل start، لأنه وين بداية البيم؟ هذا هون، تعمل start فبتعمل أوكي، فشوف حط لك عليها نقطة. هاي النقطة شو يعني؟ يعني انه هاي internal hinge، بس انا ما بدي اعمل هذا الاشي، فخلنا نشيل ال end release. انا ما بدي end release، وهون نفس الطريقة، بتكبس على هاي بتعملها end، فبصير هذا البيم عندك وكأنه simple، زي كأنه نتائج manual. ها خليني انا اعمل assign frame end release، اعمل على هاي القيمة، شوف حط لك دائرة. في كمان شغلة عشان يزبط الحل، بقول لك الفلات سلاب هاي شو بتسوي فيها؟ بتعمل عليها assign shells property modifiers، وين في خيار shells stiffness modifiers. فشو بتسوي؟ بتسوي القيمة هاي قيمة كثير صغيرة، تمام، طبعا هان راح نرجعها، تحط قيمة كثير صغيرة
راح تحكي لي ليش؟ بقول لك عشان يطلع زي المانيوال. فقلت اوكي رن، ان شاء الله ما يطفي لان طفى مصيبة. هذا انا عامل لون ستوري يعني هذا. طبعا هذا راح يأثر كثير على الحل، بس انا اذا ناوي اصمم هذا البيم مانيوال كيف دخلي النتائج تطلع زي هيك؟ فراح تطلع معك زي هيك. طبعا هسه راح يطول الرن يصير ليش؟ لانه صار في بي اناليسيس، صار في مشات كثير وهكذا. علق شايف بي دلتا، قاعد بحسب البي دلتا. اذا طفى خلص الفيديو بوقف، يعني زي اللي بقول لك خلص انهي الفيديو، واكيد راح نحكيها مرة ثانية يعني. كثير كثير بيعلق لما يصير زي هيك. طيب خلينا نوقف الفيديو قبل ما يجي، قبل ما يزبط، لانه بديش اطول الفيديو عليكم كمان. طبعا البرنامج علق جدا 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 وماش راضي يعمل رن ابدا، فانا راح اوقف الفيديو مبدئيا تلاقي حل المشكلة مبدئيا. هذا الفيديو يعني انتهى، وكل شيء بدي اياه لغاية الفيديو وصلت، بس ظلت هي الاشي الاخير. بحكي ان شاء الله بالفيديو الجاي، يعطيكم الف عافية.